الشكر موصول لوزارة الثقافة والمرأة. جاء عنوان هذه الندوة الافتتاحية ثورتي المسلحة فقط، ولكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى. لمداخلته مكتوبة سيقدمها، نقرأ أو نقرأ التاريخ بعد شهرين من اندلاع العمل المسلح من هذا الباب، من باب إث نوفمبر. اليوم في الجزائر المستقلة المنتصرة تقرأ الأجيال الجديدة بفهم حقيقي للتاريخ، وتطلع عبره على مآثر وبطولات سلفها من شهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، وتقرأ من عن عبقريتهم وبسالتهم والمعجزة التي صنعوها بدمائهم لتنعم هذه الأجيال بالحرية والعزة والأمان في وطنها الحر. بعد 70 سنة من اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر، لا تزال روحها سارية فينا، تضخ مبادئها الحياة في كل مناحي حياتنا، وتنير قيمها دربنا شعبا وقيادة نحو مزيد من الانتصارات في مراحل البناء والإصلاح والتغيير. وها هو يخرج من قلب الذاكرة الوطنية ليتجسد في جزائر جديدة مستقرة منتصرة، يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ركيزتها بيان أول نوفمبر وبوصلتها وصايا الشهداء وتطلعات الشعب، وبنيانها الاقتصادي متين بانتصارها على التبعية وتكريسها لاستقلالها السياسي والاقتصادي وحرية مواقفها المشرفة اتجاه القضايا العادلة في العالم. بعد 24 سنة من الألفية الثالثة تروازيام ميليونير، ونعيش معكم هذا اليوم في الجزائر، الجزائر الغالية، الجزائر التاريخية من ماسينيسا وقبل ماسينيسا إلى اليوم، نعيش معكم هذه اللحظات. والجزائر الغالية، هذا الوطن العزيز، هذه الأمة الكبيرة، نعيش معكم. والجزائر تنعم بحاجات كثيرة جدا، نطلب منكم أنكم تشوفوها، أن الجزائر تنعم، أولا تنعم بالخير، ثم والخير تحت كلمة خير حاجات كثيرة، تنعم بالأمن، تنعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار.